إخوة الدين والعقيدة، كان حديثي عن أهمية سيرته صلى الله عليه وآله، حيث إن على أبواب عطلة صيفية مدرسية طويلة، فلو ترك المجال لكل لهو ولعب وتسلية وترفيه وسفر ونزهة وغير ذلك مما تقضى به الأوقات مع مشاهدة المسلسلات والأفلام ومتابعة المباريات، أقول لو كان هذا فإن الوقت لن يضيق عن ساعة أو نصف ساعة تقضيها مع الحبيب صلى الله عليه وآله عبر كتاب أو تسجيل تتعرف فيها على شمائله وتنظر في سيرته وتنهل من سنته، تتعرف على هديه وسمته وأخلاقه، فيكون يومك سعيدا وليلك بهيجا. والإجازة اعتبارا من بداية رمضان، بلغني الله وإياكم 114 يوما بعدد سور القرآن، فلو كنت من أكسل الناس وأغفلهم فلا تعجز عن ختمة واحدة، ولو ختمة واحدة للقرآن فيها، وأن تقرأ ولو كتابا واحدا ولو مجلدا واحدا، ثم افرح وامرح وزر إن شئت السينما والمسرح، فما أخارك إلا عازفا عنها مشتاقا إلى تلك الأخبار العبقة من تلك السيرة العطرة. وكتاب على سبيل المثال مثل الرحيق المختوم هو مجلد واحد من 193 صفحة، يحيط بالسيرة والمغازي، تستطيع قراءته خلال أيام العطلة بكاملها بما لا يضيق عليك استمتاعك بالوقت والفراغ. لو قرأت في كل يوم 4.5 صفحات تقريبا بما مقداره 5 دقائق يوميا، 5 دقائق يوميا، هل هي كثيرة على سيرته صلى الله عليه وآله؟ احسب كم من الوقت يضيع بين تويتر وواتساب وإنستغرام تليجرام سناب شات وغير ذلك من الملهيات والمغريات. أما إني لا أقول لك اتركها وتفرغ للسيرة وقراءتها، لكني أقول لك أضف إليها سيرته صلى الله عليه وسلم، واجعلها من ضمنها، وسمها إن شئت سيرة رام أو سيرة واتس أو سيرة شات. وتذكر قبل أن تندم قوله: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه الحديث. والإجازة أخي الحبيب بلا ريب هي جزء من عمرك، ستسأل عنه فيما أبليته وفيما أفنيته بين يدي الله جل في علاه، فحضر لذلك السؤال الإجابة، فإن الامتحان هناك بعيد كل البعد عن امتحان هذه الدنيا. جائزة النجاح جنة عرضها السماوات والأرض، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله المستعان.